اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حابب ان هي تكون لها مذاق خاص وطعم تاني. هي نفس المكونات، ربنا سبحانه وتعالى عادل في الحاجات اللي بيديها لنا حلوه نستمتع بيها. معانا شويه لحمه ضاني حلوين ملبسه، حته اللحمه فيها نسبه دهون من 30 ل 40%. هنعمل النهارده طاجن اللحم بالكاري، ده عايز شويه رز ابيض كده والواحد يكون قاعد نفسه ياكل حاجه فيها صوص كاري، وخاصه لما نخدم عليه كويس بالصور كريم بالزبادي بجوز الهند، والاكله دي طبعا جذورها بترجع للمطبخ الهندي. معانا ورق عنب النهارده، لازم اعمل حله ورق عنب عشان ارضي جوزي. بالعكس، انا هخليك تعملي النهارده ورق عنب سلطه لطيفه وجميله بزيت الزيتون مع البرغل، نفس الطعم اللي لو كنت عاملاه محشي ورق العنب. هنعمله النهارده بتكنيك عالي جدا، هياخد عصير الليمون وياخد دبس الرمان وزيت الزيتون، حاجه لطيفه. وانا هستخدم طبعا البرغل بدل الرز لو احنا بنحشي ورق العنب. معانا النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، مش كل يوم لازم يكون فيه طرشه على السفره، املاح كتيره ومش عارفين المصدر بتاعه، فانا عايزك تعملها على السفره بتاعتك شويه طبق بطماطم بالزيتون الاخضر او الزيتون الاسود مع التوابل اللطيفه الجميله. خلونا نطلع فاصل صغير لان عندنا تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف احنا حطينا في الاعتبار لما نيجي نعمل المنيو بتاعنا والغدا بتاعنا، وجبه الغدا وجبه العشاء ايا كانت السفره بتاعتنا في الوقت المناسب، نحط في الاعتبار ان في صغير وكبير ولازم نرضي افراد الاسره. هو ده دورك في العيله او في الاسره او في البيت او في مطبخك. ما اعملش الاكله اللي هي على مزاج زوجي وبس، في حماتي بتزورني، في مامي، في بابا، وهكذا. النهارده معايا شويه لحم ضاني، حته لحمه حلوه كده ملبسه، عايز اعملها طاجن اللحم بالكاري. والكاري انا شخصيا بحبه مع رز ابيض، رز ابيض كده يتفلفل مع معلقه زيت وشويه حبهان، لطيف جميل. هو معانا على فكره مستوي وجاهز وغرفينه. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل طاجن اللحم بالكاري مع خضار. دايما الشيف المغازي بيخلي الخضار يشارك مع الطواجن علشان تزيدوا قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا من الكوسه ومعانا من الجزر والبتنجان وفلفل الوان، بصل لطيف وتوم، حته اللحمه الحلوه وجوز الهند المبشوره الناعمه، وطبعا مسحوق الكاري وليس جذور الكاري وليس نبته الكاري، مسحوق الكاري او تتبيله الكاري، لان الكاري تركيبه من التوابل اساسها الكركم، بيخش عليها الكمون وجوزه الطيب والفلفل الاسود وحبه البهار الحلو وهكذا. والبابريكا ده اساسي اللي هو المكون بتاع الكاري. تعالوا نشتغل مع بعض ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. من ضمن الاسئله اللي بتيجي على السوشيال ميديا، حته اللحمه ما بتستويش معانا بسرعه يا شيف، يعني عشان نعمل لحم بالكاري اللحم بيقعد له ساعتين ثلاثه على النار وفي الاخر ما بنلاقيش اللحم مستوي زي بره. انا هعلمك تركايه بسيطه خالص دلوقتي وانا شغال، هخلي لك اللحم ده يستوي بسرعه واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. هعمل ايه يا شيف؟ هاخد اللحم ده كده، اللهم صل على النبي، وعندي طاسه شديده الحراره، ماشي، نحط الفلفل ده مش مشكله. حته اللحمه لازم تكون متقطعه كلها بحجم واحد، ما ينفعش تقطعي اللحمه حته كبيره وحته صغيره، نبقوا قاعدين على السفره الحته دي مستويه والحته دي مش مستويه، لازم يبقى في نسبه وتناسب في تقطيع اللحم. عشان كده لما تيجي تعملي شيش طاووك او شيش كباب وتعملي في السيخ تشكيه في السيخ، لازم يكون كله متقطع قد بعضه، ما يبقاش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. نفس الموضوع مع الخضار، إذا بتحط فلفل أو بصل، ده مهم جدا على فكرة من الحاجات الأساسية في ترتيب مطبخك وثقافة المطبخ. أه اللحم كله متقطع قد بعضه، نسبة الدهون زي ما قلت لحضراتكم تقريبا من 20 ل 30%. حتة اللحم زي ما هي كده، أنا مش هحط عليها حاجة خالص، زي ما هي بريئة، زي ما جبتها من عند الجزار قطعتها، بحط هنا معلقتين من الزيت. أدي اللحم في قلب الطاسة وفي قلب الحلة، لازم تكون شديدة الحرارة، نقلب كده بالشكل ده كده، أهو أهو أهو، حتة اللحم استوت معايا، إدينا 10 دقايق درش هتلاقي اللحم دي استوى، أهو أهو أهو. قبل ما أطلع معانا واحد في الاستوديو حبيبي قال لي يا شيف مغازي اللحم ده عايز له 5 ساعات، ده أنا عايز أتغدى منها. غدا مين؟ هغليك تاكل منها بعد 5 دقايق. اهي اتحمصت على النار في طاسه شديده الحراره. ولكن عايز اقول لك معلومه حلوه، دايما اللحوم والمشويات لما تيجي تشويها في طاسه او في حله لازم تكون سميكه، السماكه بتاعه الحله او المعدن او الخامه اللي بتشتغلي فيها او الماتيريال عموما يعني
كل ما كان سميك كل ما بيحتفظ بدرجة حرارة عالية جدا، عشان كده بيصنعوا من الجريلات من حديد ظهر مطاوع بيسموه كده، نعرفها في الثانوية العامة، اللي هو بيمتص الحرارة بسرعة ويحتفظ بيها، أو الظهر، الحاجتين دول مهمين جدا، فهم دول اللي بيحتفظوا بدرجة الحرارة عشان تسوي الحاجة. في قلب الطاسة حتة اللحمة وفي قلب الحلة أسيبها كده تستوي زي الفل على ما نقطع الخضار مع بعض. الخضار اللي موجود عندك في درج التلاجة أيا كان هو، معانا جزر بالشكل ده كده، شفت لما تيجي عندي كده بقطعها بالشكل ده كده عشان يبقى فيه نسبة وتناسب، اه بالشكل ده كده، اه ده بالنسبة للجزر. معانا كوسة برضو نفس القصة. اه أنا بقى بعشق الخضار، يقول لك من جور السعيد بيسعد، اللي بياخد طعم الكاري وطعم شوربة اللحمة. في بتنجان كمان، الله الله، بتنجان أبيض بتنجان أسود مفيش مشكلة، بنقطعه بالشكل ده كده، والحتة اللحمة بتستوي. ما حطناش بهارات، مش عايز بهارات، ما حطناش بصل لسه، أنا بشوح حتة اللحمة بديها صدمة نارية على النار بمعلقة زيت، ده بيساعد على سرعة تسوية حتة اللحمة ويخليها طرية ويخليها محتفظة بالجوس بتاعها أو بالسوائل بتاعتها، بيبقى لها طعم. ساعات لما نيجي نجيب حتة لحمة بنسيبها في النار كتير أو بنسيبها على جريلا كتير، نيجي ناكلها نلاقيها زي الإيه، زي السفنجة، ما فيهاش طعم خالص. الطعم فين يا عم الشيف؟ نشف مع الحلة مع درجة الحرارة. أه الفلفل ده كده بنفس الطريقة، قطع كده. الخضار ده مهم جدا على فكرة بكل مكوناته، فلفل الوان فيتامين سي، الجزر فيتامين سي، غير الالياف بتاعته مفيده جدا، يعالج مشاكل الامساك. كمان البتنجان غني جدا بكل المعادن، والالياف بتاعته لطيفه وجميله وامن مفيش مشكله. معايا كمان فلفل اصفر اهو، والحته اللحمه بتستوي. شفت تنظيمك للمطبخ ازاي؟ استغلنا الوقت اللي بنقطع فيه الخضار، الحته اللحمه بتستوي على النار، ده اللي انا عايزه. اه قطع كده، اه حلو قوي. فين البصل يا عم الشيف؟ اصبر عليا شويه، ده الخضار جاهز اهوت، معانا بصل زي الفل. بصل هنا بنقطعه جوليان بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. كمان واحده حلوه. الكاري ده بياخد طماطم يا شيف؟ لا، هياخد معانا معلقه معجون طماطم مع معلقه سكر لطيفه حلوه عشان الحموضه، كل ده مع بعضه. تعالوا نبص على اللحمه اخباره ايه. حلو قوي، نجيب معلقه حلوه كده. ايه الدنيا عامله ايه هنا؟ خلاص اهي حته اللحمه، شفت؟ اه خلاص زي الفل، اه تقريبا على وشك ان هي قربت تستوي. حلو قوي. الطبيعي حته اللحمه عشان تاخد الطعم بتاع التوابل بننزل عليها كده بشويه الكاري الحلوين، يوم اللحم الانسجه بتاعته تشرب الكاري، يبقى عاشي ومعشوق اهو. فص توم حلو، بدات اشم ريحه الكاري الحلوه اللي هي ريحه تركيبه البهارات، التوم بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. دي طريقه سريعه لتسويه اللحم، اه كاري وتوم، بقيه البهارات بتاعتنا شويه بابريكا حلو، شويه فلفل اسود، اللهم صل على النبي. عايزاها سبايسي بتحط شطه، شويه الملح التمام مع تسويه اللحم. نقلب اللحم كده، اصبح ان اللحم شرب من طعم التوابل، اه زي الفل. حلو قوي. اه انزل بالبصل بتاعنا، الله. اه انا عايز اعلمك السرعه في المطبخ. جوزك كلمك بالتليفون قال لك انا جاي على الغدا بعد ساعه زمن، تكون شاطره زي الشيف المغازي كده، تكون عامله له طاجن اللحم بالخضار ده دخل الفرن، على ما يستوي تكون عملت شويه الرز المصري، على ما يستوي تكون عملت سلطه حلوه، عملت له ورق عنب، ما لحقتش يا حبيب قلبي اعمل لك محشي ورق عنب، بس الشيف المغازي علمني ازاي اعمل الورق العنب سلطه لطيفه. مش انت عايز تاكل ورق عنب؟ لازم تاكله ملفوف يعني جواه رز؟ اه انا عملته سلطه، هيتسلق دلوقتي وبعد كده نقطعه، ينزل بزيت الزيتون، بعصير الحامض، دبس الرمان، برغل، بقدونس، نعناع، بقت احلى سلطه، سلطه الورق العنب. اهو شايفين البصله الجميله الحلوه مع توابلها زي الفل في قلب الحله. ناخد بقيه الخضار، عندنا الزيت بيسخن هنا زي الفل، اشوح الخضار ده في الزيت، دي طريقه سريعه لطيفه وجميله اهو.
هتقولي لي حمرت ليه الخضار في الزيت؟ بيدي شكل وبيدي طعم حلو اهو. حلو قوي زي ما بنحمر الباميه كده في الطاجن. اهو الله اهو زي الفل. خليه في قلب الزيت كده، اشيل دول من هنا، واللحمه عندي بتحمر. ايه الاخبار؟ اهو حاطط التوابل بتاعتي، اللحمه قرب يستوي، عندي ميه بتغلي على النار. اللهم صل على النبي. يلا 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 هو ده. اهو ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. اهو شايفه لون اللحم مع البصلايه والتومه. اهو ولازم تضرب الحديد وهو سخن، يعني يكون عندك ميه بتغلي، ما ينفعش يكون حته اللحمه هنا عطشانه وبتستوي مع توابل ومع بصل ومع بهارات وانزل عليها بميه بارده، تزعل مني قوي. هي بتعيط بس ما انتش حاسه بيها، هي بتتألم بس ما انتش حاسه بيها. ما ينفعش تبقى حته اللحمه في حاله من الحراره وشديده الحراره مع التوابل وانزل عليها بميه ساقعه. عندك براد بيغلي فيه ميه، عندك حله ميه بتغلي على النار، عندك شوربه طالعاها من الثلاجه وهكذا. سخنيها واغليها وحطيها، يبقى كله مع بعضه كده بيغلي. الخضار بتاعنا يطلع اهوت من قلب الزيت بعد التحميره الحلوه. زي الفل. تصفيه كويس طبعا من الزيت. اهو التشويحه دي بتخلي الخضار له شخصيه مع اللحمه، ما يتهريش، ما يبقاش يخني. تشويحه الخضار بيسالوني دلوقتي في الكنترول، شيف مغازي هو انت ليه حمرت الخضار؟ ما كنت نزلته على اللحمه، ايه اللي هيحصل يعني؟ مفيش مشكله، لا خالص، انا ليا هدف في الموضوع. بتحمري بطاطس او بتعملي صينيه بطاطس او بتعملي صينيه كوسه، يفضل انك انت تحمريها في قلب زيت نظيف زي الفل. الزيت ده يا عم الشيف او التحمير ده بيعمل ايه زي الفل؟ بيخلي شكل الخضار له شخصيته مع اللحمه، مع فراخ مع لحمه تلاقيه واخد الشخصيه بتاعته. طبعا مطلوب مني اطلع فاصل صغير، ولكن قبل ما اطلع الفاصل بروق مطبخي عشان كمان يبقى عندي طاقه ايجابيه ان انا اقف في المطبخ اكبر وقت ممكن. اللحم بيغلى على النار مع الكاري وطعم الكاري، الخضار عندي بيستوي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف التركايه الاخيره لعمل طاجن اللحم بالكاري مع الخضار ولتقديم رز ابيض. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. افتح يا سمسم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال وايه اللون ده؟ اه لحم عايم، خلاص لحمه استوت اهي. تراهن؟ طلع حته لحمه دلوقتي تضرب فيها الشوكه تبقى زي الفل. اه الخضار عندنا جاهز زي الفل، بس المرق مش عاجبني. صيص. انا بشوف السوس الكاري في المطاعم والفنادق الكبيره الاساتذه بيعملوه بيبقى له قوام حلو ولطيف وجميل، قوام كريمي. بيجي منين يا مغازي؟ اصبر على رزقك. ادي جوز الهند ناعمه. جوز الهند ناعمه. هو بقى ليه عندك طاجن اللحم من المطبخ الهندي فلازم ياخد جوز الهند ناعمه. تقريبا معلقتين حلوين كده زي الفل يا عم الشيخ. بنعمل ايه عليهم؟ بنحط شويه نشا. الله عليك وعلى والدك. ما تحطيش دقيق عشان تاكلي من الطاجن ده زي ما انت عايزه. لو حطيتي دقيق هيلكمك. بيلكم يعني الدقيق، عامل لما تحطي بتعملي البشاميل تاكلي معلقه والتانيه بتلاقي الواحد كده خلاص الاكله تقيله. خلي بالك مش بقول لك انا حصل لي لكمه. اتلكمت يعني، ما اكلت معلقه والتانيه ومش قادر اكمل. ده الطبيعي زي ما هم كده. دقيق وجوز الهند بنقلبهم في شويه ايه يا عم الشيف؟ شويه ميه. عند الخضار بيتحمر، مش قلقانه من ناحيته. جوز الهند انا دوبتها حطيتها في النشا وقلبتهم في شويه ميه. زي ما انا شغال كده. وانزل بيهم. يلا يلا عمور. هو ده. القوام جه من هنا. نقلب كده الدنيا عامله ايه؟ الشخصيه. شفت القوام؟ هو ده اللي انا بدور عليه. شفت القوام ده كده؟ الصوص الكاري مع حته اللحمه خد القوام زي الفل. شوف عم الخضار اخباره ايه؟ تشكيله الخضار اللطيفه اهي. اخد الخضار بتاعي، بدات اسمع صوت. الصوت طلع اهو. الخضار بتاعنا صفيه بالزيت جيدا. الله على شويه الخضار دول. زي الفل، زي ما هو كده. يلا مع بعض. خلص الطاجن الخضار. ايه يا شيف مغازي ده؟ ايه ده؟ ونقصر عليه النار بقى ونسيبه يعيش مع نفسه. الجزر بشخصيته، البتنجان بشخصيته،
الكوسة بشخصيتها، الفلفل الألوان بشخصيته. لسه ما خلصتش التركية الأخيرة. الله. طبعا ادي مساحة من الخضار ده برضه هينزل سوائل. شفت الطاجن ده كده؟ لسه ده عايز شوية مية. أعمل إيه بقى؟ حط شوية مية مغلية. أوعى تحط مية ساعة زي الفل. نظبط الملح بتاعنا. اللهم صل على النبي. طبخة هي تاكل العيلة كلها منها. تعزمها قرايبك وحبايبك مكعبين من الزبدة. بتدعم الطعم. جوزي بيحب الحار. حط له كمين كده قرنين فلفل حار حلوين. والكاري عموما كده كده بيبقى حار. وممكن يتحط سليم زي ما هو عشان الأطفال ياكلوا من الأكلة دي. وعملت حلة بالكاري مع الخضار مع اللحمة. نعم. ينفع بالفراخ. بس انا ما احبوش بالفراخ الصدور، احب الفراخ تكون سليمه كده. يعني امسك الفراخ اقزقزها كده واقطع الفرخه 8 قطع، ونفس الموضوع اللي انا عملته مع اللحمه اعمله مع فرخه قطعتها 8 قطع، نفس الطريقه ينفع مع الفراخ. حبيب قلبي، شايفين اللحم بالكاري؟ هو ده. خلص الموضوع، هغطي الحله بتاعتي كده وانساها شويه واقصر النار عليها، وعندي رز ابيض مسلوق وجاهز. هو ده. في تركايه اعملها في الاخر عشان تواصلي معايا، هي صغيره جدا اعملها في الاخر، مش هقول عليها دلوقتي. اوطي النار. اللي هيقول عليها هاخد الكاري ده واجي عنده البيت اكل مع بعض. حد يقول لي ايه التركيه الاخيره؟ هديت النار. تعالوا مع بعض نعمل الورق العنب سلطه مش محشي. ما عنديش وقت اعمل محشي، انا بشتغل وهو بيشتغل وبروح الشغل كل يوم، والراجل ده في اليوم والتاني يقول لي ماما عامله لنا ورق عنب، اكلت مع صاحبي ورق عنب، فانا برضو عايز ارضيه واعمل له ورق عنب، بس اعمله له بطريقه حديثه. اعمل ايه؟ نفس المكونات بتاعه الورق العنب. ورق عنب، برغل مغسول وناعم معايا، معانا توم، زيت زيتون، عصير ليمون. دي المكونات، بهار حلو، دبس الرمان. بس خلاص. بصلايه ناعمه ماشي، طماطميه ناعمه ماشي. وهنعمل احلى سلطه دلوقتي، سلطه الورق العنب بالبرغل. وهنزينها ونقدمها مع الرمان المفصص الجميل. حلو الكلام؟ المقادير على الشاشه صورتيها كتبتيها كده، ريحت نفسك زي الفل. تمام، تعالوا نعملها مع بعض سريعا. يا نعم، السكينه بتاعتك تسنيها. سنيت السكينه بمستحد، مش لعبه اي حد. تمسحها بمنديل عشان نتيجه الاحتكاك المعادن مع بعضيها بالشكل ده كده، مش هنخسر حاجه. وتهدي كده في مطبخك، وتبقى يعني ايه فتره هدنه كده زي ما انا شغال دلوقتي. واشيل الكاري من قدامي بدل ما اغلط واحطه في قلب الورق العنب، هيبوظ الدنيا. ومعايا الرمان، ومعايا البرغل، ومعايا توم، ومعايا بقدونس زي الفل. وناخد الورق العنب ده يا عم الشيف زي ما هو كده، واعلمك ازاي تفرم الورق العنب ده تحت السكينه زي الشعره. شوف اهو، حلو اهو. ورق العنب جبناه من برطمان، سلقناه، ايا كان الموضوع هنلفه بايدينا كده رولز زي الساندوتش. والسكينة تكون حامية، ونمسك الورق العنب كده. سكينة نازلة تتناغم. شفت الفرمة دي؟ الله، الصوت جميل جدا. صوت نغم. حلو. شايفين الورق العنب؟ ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ خلصت. السكينة تكون حامية، سكينة عريضة. ما ينفعش تقطعي الحاجات دي بسكينة رفيعة. ايه الفرق بين الاتنين يا شيف؟ والله العظيم انا ما بسيب حاجة الا واتكلم عنها. يعني سكينه زي دي ما ينفعش اقطع بيها اللي انا قطعته. سكينتين جنب بعض يا عمور والنبي الله يرضى عليك. السكينه والمستحد. حلو. زي الفل. لازم سكينه تكون عريضه. ادي الورق العنب قطعناه، وعلى نفس البلانشه، ما تغسلهاش ولا اي حاجه، ممكن تمسحها بمنديل كده زي الفل علشان الفلاسفه، ونقطع كده زي الفل. تمام، هنمسك دلوقتي ايه طماطميه حلوه نقطعها ناعمه. هعلمك ازاي برضو تقطعي الطماطم على ورق العنب او على التبوله، لان مدرسه تقطيع الطماطم لسلطه التبوله غير لما نقطعها في اي حاجه تانيه خالص. باخد الطماطميه دي كده، حلو، واخد كمان واحده. لما تيجي تقطعي الطماطم في التبوله بنفس الطريقه دي كده. شايفين الطماطم قطعتها ازاي؟ بس قبل ما انسى عشان المعلومه دي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، الطماطم اللي طلعت من قلب الطماطم او من القلب بتاع الطماطم دي ما تترميش يا حاجه يا ست الكل، هتاخدها زي ما هي كده، زي ما هي اهي، زي ما هي بسقطها هنا.
قالتش حاجه. هو ده المطبخ بس خلاص. وقلبها تقليبه كده علشان تتعرف على حبايبها. ما عملتش حاجه ده، ده بالعكس تديها طعم حلو قوي. شايف الكاري؟ الله الله. والخضار بشخصيته، اللحمه يستوي ويتهري، والكوسه كوسه، والجزر كوسه، والجزر جزر. يعني ايه يا شيف؟ يعني تحميره الخضار في قلب الزيت اداله شخصيه واضاف له شخصيه وخلاه واخد الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هسيبه كده نتفرج عليه ونكمل موضوعنا مع الطماطم. نمسك الطماطم بعد ما قطعناها كده، نفرمها بقى بسكينه كده، دي بلاشها. تحت ايدي كده. رفيق ناعمه. فرمه الطماطم للتبوله، فرمه الطماطم لسلطه الورق العنب. لازم تكون كاريهات صغيره كده. سمسمه. يا سمسمه. اول نشيل الجلد منها علشان، او البطنيه او قلبها، علشان ما تعمليش صوص طماطم او تصيص للسلطه بتاعتي. لان يعني السلطه دي ما ينفعش فيها قلب الطماطم، سواء التبوله سواء ورق العنب. شفت الطماطم اتقطعت ازاي؟ اللهم صل على النبي، سمي بسم الله. ناخد الطماطم دي يا عم الشيف زي ما هي كده، اللهم صل على هنا. على الشوية دول ناخدهم نحطهم هنا كده. زي الفل. بلاش شيتك تكون نظيفة علشان الحاجة اللي تقع تحطيها على ايه؟ الحاجة. تمام؟ طب نكمل مع بعض السلطة دي، عشان عايزك تعمليها النهاردة لأولادك ولجوزك، وتقولوا له موضوع الورق العنب مش لازم اقعد لي ساعتين ثلاثة أربعة ألف ورق عنب. في خمس دقايق عملت لك ورق عنب اهوت بنفس المكونات. حلو الكلام؟ هعمل ايه يا شيف؟ دبس الرمان. حلو قوي. فص توم حلو كده بلدي. ده طعم. شويه بقدونس مفرومين. الله. بصلايه مفرومه ناعمه. الله. زيت زيتون. السلطه دي جميله جدا، وسلام لما تقعد في التلاجه يومين ثلاثه تاكل صوابعك وراها. عامل زي اليالنجي. هتقولي لي ايه اليالنجي؟ تفسير اللغز ده ورق عنب بالزيت. يعني ايه ورق عنب بالزيت؟ يعني ورق عنب من غير لحمه. الحشوه بتاعته بقدونس ورز وطماطم، نفس الخلطه دي. حلو الكلام؟ شفنا ازاي وصلنا للي احنا عايزينه. هنحط شويه في الملح لطاف كده، ولو سلق الورق العنب في الملح اعمله كنترول. عصير ليمون. والورق العنب يتنه غرقان في الصلصه دي يا عم الشيف، احطها في التلاجه زي ما هي كده ساعة زمن وغرفيها. والله العظيم وانت بتاكليها لازم تاكلي صوابعك وراها. يعني فكره ان احنا ناكل صوابعنا وراها، يعني دايما الواحد لما بياكل اكله حلوه او حاجه حلوه بياكلها بايديه يعني، فبعد ما ياكلها كده تلاقيه يعني عايز كل شويه ياكل بايديه تاني. هو دي فكره ياكل صوابع وراها. انما لو كل اكله هناكل صوابعنا وراها، ده بعد ثلاث اربع اكلات مش هنلاقي صوابع في ايدينا خالص. اضحكوا انا عارف. ما انا لازم اهزر عشان في عفريت في البيت، الريموت كنترول بتاعنا ده. أنا عايزك تبعديه خالص عن إيدك وقت ما أنا شغال. شوية برغل. لا ما ينفعش. بيقول لي ينفع نحط رز؟ الرز ده لو هنحشيه، لو نعمله محشي. إنما البرغل لو هنعمله سلطة. سلطة الورق العنب وحقوق الطبع لدينا وبس بالبرغل. مدرسة المغازي أهو. سلطة لطيفة وجميلة، قيمتها الغذائية عالية جدا، كل حاجة هنا لها فايدة. نغرفها إزاي مع بعض؟ لوحة فنية. شيل كل ده من هنا ونروق الدنيا. ما دي الكاري مش قلقان من ناحيته خالص، النار هادية عليه خالص وزي الفل. كل القصة ان انا هغرفه بس. بس انا عايز اعرف عايز اغرف الطبق السلطة ده بشكل حلو. معانا رمان، يا رب يطلع حلو، لان لسه الرمان في بشايره، فممكن تفتح حبات رمان تلاقيها لسه ما احمرتش قوي. فان شاء الله ده هيطلع معانا زي الفل. البلانشة بتاعتنا رايقة وفايقه، ونجيب طبق حلو كده عشان نغرف فيه الورق العنب بتاعنا زي الفل. ترويق مطبخك اهم حاجه، خلي بالك. الطبق ده حلو قوي، اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا، ايه رايك نطلع فاصل ولا نغرف الورق العنب؟ عشان انا عايز اغرفه بمزاج. دايما بقول لكل الساده المشاهدين لما بتيجي سيره السلطه، السلطه لوحه فنيه بمثابه انك انت بتطلعي كل الطاقه الايجابيه اللي جواكي
واللحظات الجميله وحبك لاولادك واسرتك في غرف الطبق، ورده حلوه بتحطها على الطبق، دي بتبقى رساله لجوزك ولكل ضيوفك ان انا بعمل الحاجه بحب. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اللحظات الأخيرة إن إحنا نقدم إزاي طبق سلطة لطيف وجميل، سلطة الورق العنب بالبرغل. معايا رمان لا حمرة، مرزة زي ما هي كده، علمك ازاي برضو تطلع الرمان من حباية الرمان او من الجلد بتاعها بالشكل ده كده. عايز انا شوية رمان حلوين، باخد الرمان ده يا عم الشيف ازين بيه الطبق بتاعي. كل ده والكاري على النار. انا عايز بس من فرسان التلفزيون المصري الاساتذة المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، نجيب الكاري وهو بيغني بينسجم مع الصلصة بتاعته مع الخضار. هضرب فيه دلوقتي المغرفة بتاعتي ونشوف نغرفه ازاي مع بعض مع شوية رز ابيض حلوين زي الفل. حباية الرمان التانية اللي بالك احنا بشير الرمان، يعني الرمان ده لو مستوي دلوقتي هتلاقي ضربة والتانية نزل من قلب الايه، من قلب حباية الرمان. دي طريقة سريعة وسهلة عشان ايه حبوب الرمان الجميلة الحلوة دي نحتويها. ناخد الرمان ده كده، يلا يلا هو ده. ده يا شيف تستاهل والله. حمودة بقى والمزازة بتاعت الرمان مع ورق العنب مع عصير الليمون مع زيت الزيتون مع البهار الحلو، لطيفة وجميلة. شيل كل ده من هنا وتعالوا نغرف مع بعض الكاري بتاعنا عشان معانا طبق سلطة عايزين نعمله بمزاج، اللي هي سلطة الطماطم المتبلة أو مقبلات الطماطم بالزيتون الأخضر. شوف الشيف المغازي يعملها ازاي دي كمان. أكيد في تركاية جديدة. شوف ملاحظين إن أنا إيدي في النظافة، مش علشان الشاشة والله، أنا متعود على كده، هو ده تعود. ده الكاري بتاعنا. إيه الأخبار؟ نبص عليه الأول كده نشوف الدنيا عاملة إيه. بتيجي تبص معايا كده، ايه رايك؟ ايه رايك؟ شفت الجمال؟ يا ويلي دايبه دوب حته اللحمه، صوص الكاري، قرن الفلفل الحار، حته اللايمه، حته اللحمه بدات اللي هي الانسجه بتاعتها تبقى ملبل، الجوز الهند مع معلقه النشا مدين شخصيه لكل حاجه. تعالى نغرفه مع بعض كده، يلا. حلو قوي، اللهم صل على النبي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تركايه نسيها والله، كزبره خضراء. كزبره خضراء بتنزل كده على الطبق اول ما اشيله من النار. مش بقدونس، كزبره خضراء بتعلي من الطعم، بتعلي من الفليفر. ونقلب الكزبره الخضراء كده مع الكاري. اوعى تحط شبت. بدأت اشم ريحه الكزبره الخضراء. ولا كرفس، الكرفس التست بتاعه عالي جدا، انا عايز الكاري هنا هو المسيطر او هو الطعم بتاعه. تاكل صوابعك وراه، تاكل الجزريه قبل الكوسايه. هتسيب اللحمه للضيوف. طاجن اللحم بالكاري، ممكن تدخليه الفرن مفيش مشكلة، تحطيه في طاجن فخار وتدخليه الفرن عادي. ممكن تعملي زي اخواننا في الهند، نعمل عجينة من الدقيق، رشة ملح، رشة سكر، مية دافية، عجننا عجينة سيبناها تتخمر وعملنا له ايه كفر من العجين ودخلناها الفرن مع شوية حبة البركة كده، تبقى لطيفة وجميلة. ده برضو كل ده عملناه ونعمله تاني وتالت. في الهند بيقدموه كده، يحطوه في الطاجن الفخار،
حطوا عليه العجينة ودخلوه الفرن، تقوم العجينة تستوي يطلع الطاجن لطيف وجميل، تضرب السكينة في قلب الطاجن تلاقي اللي أنا بغرفه ده، هو ده. فين عدله؟ عدله الكوشة بتاعته رز أبيض، ألف هنا وشفا. فين الرز الأبيض يا شيف؟ أنا عايز أحطه جنبه. ليه بقى؟ عشان الاتنين مع بعض ولاد عم. تعالوا مع بعض نعمل سلطة. السلطة اللي أنا هعملها سلطة الطماطم المتبلة بالزيتون الأخضر، مش هتاخد مني وقت، عشان كده سبتها للآخر. هتسلى فيها كده وأنا واقف، لأن محتاج أقطع الطماطم بشكل هندسي. حلو أوي. بلانشة بتاعتي، زي الفل. معانا طماطم، شفنا المقادير، مقادير زيتون اخضر معانا مع بعض اهي زي الفل، طماطم قد بعضها تقريبا بالشكل ده كده، ومعانا قرن فلفل حار ده اختياري، ومعانا توم وزيت زيتون وعصير حامض. هي دي المقادير، بسيطه وسهله في متناول الجميع، بس ده يغنيك عنك تشتري طبق مخلل او طبق طرش. حلو، تعالوا نقطع الطماطم دي كده مع بعض في بوله حلوه زي الفل. نعمة، شيل ده من هنا كده، ايه رأيكم؟ اللهم صل على النبي. حلو، ده معانا كده يا شباب اهو زي الفل. ناخد الطماطم بالشكل ده كده، دي طريقة، شفت الشكل ده اهو، نفس الطريقة. تقوم دي تتبل معاك بسرعة اهو، كمان واحدة اتنين تلاتة مع بعض، ناخد دي كده اهو بالشكل ده كده اهو زي الفل. دي لا اهو، زي الفل. دايما لما تيجي تعملي سلطه، سلطه طماطم، سلطه بنجر، سلطه بطاطس، تقطيع الخضار بالسكينه لازم يكون ليه فيه شكل هندسي او بطريقه فنيه، بتقوم تجذب الضيوف على السفره. يعني مش لازم ان انا اشتغل في مطعم او ان انا اروح كلها في مطعم اعملها لي بشكل هندسي، اعملها لي بشكل حلو. انت في البيت تقدر تعمل الحاجات دي كلها باقل تكلفه. اه شفت الطماطم ازاي شكلها حلو متنظفه وزي الفل. اه تختار الطماطم اللي قلبها احمر مش اللي قلبها اخضر، يعني تكون مستويه. اه دول كفايه؟ كفايه، حاضر عشان وقتنا. ناخد الفلفل الحار ده كده اهو، انا بحبها سبايسي شويه، وطبق مقبلات بيغنينا عن طبق طرش اهو. دول كفايه قوي، ادي فرصه الاولاد ياكلوا منها، ما تبقاش حار قوي زي الفل. اخد عصير الليمون انزل بيه، حلو قوي. زيت زيتون انزل بيه، خلي بالك ورقتين نعناع اخضر هنا مهمين جدا، لهم دور كبير. اه بقطف ورقتين حلوين، بلا العرق، مش عايزه العرق بتاع النعناع. ليه بقى يا شيف؟ ده مرار، ربنا يكفينا شر المرار. اوعى تحط عرق النعناع الاخضر في التبوله ولا في السلطه ولا في الفتوش. اه دول كده زي الفل، خدتهم كده تمام. انا حابب اعمل طبق سلطه معاكم النهارده، دايما السلطه بنطلع بيها جاهزه بس النهارده بنعملها مع بعض. ادي توم طازه، السلطه دي عشان تاكليها وتبقى حلوه بجد والله العظيم لازم تعملها وتحطها في الثلاجه ساعه زمن، تاكلي صوابعك وراها. حطينا الملح، زيت الزيتون معانا زي الفل، ميزه السلطه دي كمان تتحكمي في الملح بتاعها. معانا مشكله مع الضغط، معانا مشكله صحيه، ايه المشكله لما انا بعملها من غير ملح خالص؟ مش هيحصل حاجه. شويه بقدونس حلوين، بصلايه ناعمه اختياري لسه ما خلصتش، حلو. معانا الزيتون الاخضر الحلو الطعم بقى اهو، ناخد الزيتون كده بايدينا اهو، شفت الزيتون ده كده اهو، ده زيتون اخضر تشتريه من عند البقال وما يكونش فيه نوى. في زيتون معاه جزر مفيش مشكله، مش هيقول لا، باخده بالسكينه كده اهو. ده بقى هيديك التست بتاعه والطعم بتاعه اهو،
تكسيره بالسكينه دي مهمه، ما تضربوش في الكبه. انا عايز شخصيته مع الطماطم. افرمه بالسكينه كده بالشكل ده كده. سلطه لطيفه وحلوه، لو لفيتي عند كل محلات الطرش مش هتلاقيها. دي حاجه عندك انت وبس عشان بتتابع الشيف المغازي. الزيتون بالشكل ده كده. زي الفل، اخده زي ما هو كده. الله، طبق مقبلات من ايدك. هناخده كله زي ما هو كده ونشيل كل حاجه من هنا عشان نغرفه كمان بشكل حلو واحنا مع بعض. نقلبه الاول. اللهم صل على النبي. السلطه دي لازم تتقلب كويس. زيت زيتون، عصير حامض، ثوم طازه، طماطم قطعناها بقلبها عايزها، بقدونس، نعناع اخضر، قرن فلفل سبايسي، الزيتون الاخضر قطعناه كريات صغيره. كل ده مع بعض، وزي ما قلت لك انا ما بكدبش، بقول الحقيقه. السلطه دي عشان ناكلها دلوقتي مش هنستطعمها. طب نستطعمها نعمل ايه يا مغازي؟ تتحط في التلاجة لمده ساعه تقريبا، هتاكليها وتاكلي صوابعك وراها. نختار طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي، ونغرفها هنا. الف هنا وشفا للي ياكل. عايز كمان ولا نمشي؟ حبيب والديك. حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نخش المطبخ الهندي، نخش المطبخ المصري. انا دايما بقول الاكله باللي بيعملها ايا كانت الجنسيه بتاعتها والبلد بتاعتها. عملنا النهارده طاجن الدجاج، طاجن اللحم بالكاري. شفنا عملناه مع بعض ازاي، التست بتاعه جه منين؟ من جوز الهند اللي دوبناها مع معليه من النشا في قلب الميه وحطيناهم في الاخر. معانا طبق سلطه جامد جدا فيه كل العناصر الغذائيه والقيمه الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، بدايه من الطماطم والرمان، مفيد جدا، ورق العنب، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، النعناع، البقدونس، البرغل، منتج من البقوليات. معانا الطماطم جميله، نوع من انواع المقبلات على السفره، بيغريك انك تروح محل الترشي ما تجيبيش ترشي لاولادك فيه ملح زياده وما تعرفيش المصدر بتاعه. عدل السفره بتاعت شويه رز ابيض حلوين زي الفل، بيتكلموا مصري مع طاجن الكاري، اكيد طبعا فينا انسجام لطيف وجميل. يعني نقول مع بعض بصوت عالي، وبشكر حضراتكم الكلام الطيب الحلو اللي بسمعه من كل الساده المشاهدين من كل المحافظات، بصراحه بيخليني اذاكر طول ما انا قاعد علشان اقدم لكم الحاجه الحلوه، اذاكر من جوايا، اذاكر جوه نفسي، اتحدى نفسي من جوايا، انا مش بتحدى حد، انا دايما اتحدى نفسي من داخلي عشان اعمل حاجه حلوه، ولما بتحدى نفسي بقى اطلع حاجه حلوه. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.